السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية معانا في قناة أفكار. أنا هشام، أحب أعتذر أول حاجة لكل المشاهدين وكده إن أنا غبنا فترة طويلة على ما نقدم أي محتوى. السبب إن إحنا الاتنين أنا وأحمد بنمر بفترة انتقالية بخصوص حياتنا ودراستنا وشغلنا وكده، فبإذن الله حبيت أقول لكم بس إنه في الفترة الجاية هنحاول نعمل بودكاستات نتكلم فيها عن مواضيع مختلفة، هتبقى جديدة شوية من النوع مقارنة بالبودكاستات اللي احنا عملناها قبل كده. فأتمنى تكونوا متابعينا لسه وتشوفوا كمان البودكاستات اللي احنا عملناها قبل كده عشان تعرفوا ايه نوع التوبكس او المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها كمان بعدين، هتبقى مركزة عن الجانب الحياة بشكل عموما بدل ما تكون مركزة على موضوع معين أو محدد في المجالات بتاعتنا، فهتبقى شوية عامة وهتغطي محتوى لناس أوسع. فأتمنى تكونوا لسه متابعين القناة وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية قريبة. السلام عليكم.